هذا ما يسعى إليه لبنان، ولكن ليس الأمر مؤكدا بسبب ما يتظهر من نوايا إسرائيلية تصعيدية واضحة. ثمة انطباع هنا في لبنان أن إسرائيل تريد جر لبنان إلى تصعيد ميداني وعسكري واسع، وهذا ما ظهر في الساعات الأخيرة ولا سيما يوم أمس. فبعدما تعرضت القاعدة العسكرية الشمالية في صفد لقصف بالصواريخ، عمدت إسرائيل إلى رد قاس من ناحيتين. أولا، من الناحية الجغرافية، هي تخطت المساحة الجغرافية التي تدور فيها المواجهات الحدودية، فنفذت غارات في منطقة شمال الليطاني وتحديدا في مدينة النبطية التي تعج بالسكان، وأيضا أكثر من هدف في منطقة شمال الليطاني مثل إقليم التفاح، جبل جبور، كل هذه المناطق وعتشيت، إضافة إلى أنها استهدفت مدنيين في هذه الغارات. كانت هناك عائلتان مجتمعتان في النبطية فاستهدفتهما بغارة، وأيضا كانت حصيلة الغارات ثلاثة مدنيين في الصواني في القطاع الشرقي من جنوب لبنان. الانطباع هنا أن إسرائيل هي التي تريد التصعيد، في حين أن حزب الله الذي يواصل العمل على هذه الجبهة مؤكدا أنها جبهة لإسناد غزة، يريد ويؤكد من خلال العمليات الميدانية أنه يريد المحافظة على قواعد الاشتباك بحيث لا تتحول هذه المواجهات الحدودية إلى حرب واسعة. اليوم برز موقفان في هذا الصدد، موقف رئيس البرلمان نبيه بري وموقف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، التقيا على مسألة أنه أمام الدبلوماسيين والمفادين الدوليين والمنظمات الدولية والأمم المتحدة مهمة أساسية، وهي ردع إسرائيل عن عدوانها على لبنان. هذا ما أكده رئيس البرلمان الذي وضع كل ما حصل بحق المدنيين في جنوب لبنان برسم الأمم المتحدة والمبعوثين الدوليين لردع إسرائيل عن عدوانها ولكبح جماح قادة العدو الإسرائيلي. وكذلك رئيس ميقاتي تساءل عن ما يفعله بشكل مؤثر المفادون الدوليون أصحاب المبادرات لردع إسرائيل عن عدوانها، وطلب الرئيس ميقاتي من وزير الخارجية التقدم بشكوى أمام مجلس الأمن والأمم المتحدة ضد إسرائيل. ولكن في المقابل بدأت تبرز أصوات تحذر من هذه المواجهات المستمرة، أبرزها ما أعلنه الرئيس فؤاد السنيورة رئيس الحكومة الأسبق، وقال إنه على الحكومة اللبنانية وعلى لبنان أن يحذر من الانجرار إلى الفخ الذي تضعه إسرائيل، وهو الذهاب إلى حرب واسعة. هذا الأمر أيضا عكسه أكثر من صوت، خصوصا من قبل النواب المعارضين لحزب الله الذين أكدوا أن هذه الجبهة المفتوحة هنا في جنوب لبنان هي لا تؤدي بالفعل إلى إسناد غزة، بل تعرض لبنان لمخاطر كبيرة، وأن المدنيين في النهاية والأبرياء هم الذين سيدفعون هذه الفاتورة. الوضع إذن في شقه السياسي متوتر، الانقسام عاد ليبرز أكثر في هذا المجال، وأيضا الوضع الميداني متوتر لأن الغارات الإسرائيلية لم تتوقف اليوم، غارات على وادي سلوقي كما ذكرتي وعلى اللبوني، وأيضا عيت الشعب تعرضت لقصف إسرائيلي، في حين أعلن حزب الله بعد يوم غابت بياناته، أعلن في بيان اليوم عن استهداف موقع رويسات العلم في مزارع شبع المحتلة ولا سيما التجهيزات التجسسية في هذا الموقع.